اهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هنو، والنهارده ان شاء الله هنبتدي مع بعض اولى حلقات بلد ارمينيا. وارمينيا الاكل بتاعها معروف ان هو متاثر باكل الشام وكمان باكلات البلاد اللي حواليها زي اليونان وغيرهم. واول حاجه هنقدمها مع بعض هتكون حلوى الجافاما، وتاني حاجه هتكون حلوى البورما. ودلوقتي نطلع فاصل وبعد كده نقدم الحلويات دي مع بعض. اهلا وسهلا بيكم. نعمل اول وصفه من وصفات حلقات ارمينيا وهي الجافاما. والجافاما المقادير بتاعتها ثمره قرع كبيره صحيحه، وزنها يكون حوالي 1.5 او 2 كيلو. وللحشو هيكون 3 كوب رز مسلوق، نص كوب زبده، نص كوب اراسيا، نص كوب مشمش مجفف، نص كوب كريز مجفف، نص كوب زبيب، واحد معلقة صغيرة قرفة، رشة ملح، نص كوب عسل، نص كوب لوز مجروش، نص كوب عين جمل مجروش، نص كوب بيكان مجروش، ونص كوب مية سخنة. بنجيب القرع العسلي أو البامكن وبنفرغه بالشكل ده، بنشيل كل البذور اللي جواه و بيبقى فاضي من جوه بالشكل ده، وبنحافظ على الغطاء بتاعه اللي هو شلناه من الاول من فوق علشان نعرف نفضيه، لان هنغطيها وندخلها الفرن. بالنسبه للمقادير هنحط كل المقادير مع بعض. عندنا الرز المسلوق، هنحط معاه الميه الدافيه، هنحط كمان العسل، اجيب معلقة، الزبدة السايحة، نقلب دول مع بعض علشان الرز يتشرب من العسل والزبدة. وبعدين هنبتدي نحط بقية المقادير، هنحط القرفة، ملح، وبعدين كل الفواكه المجففة والمكسرات. هنقلب الخليط ده كله مع بعض. ودلوقتي هنبتدي نحشي البامكن او العسلي بحشوة الرز والمكسرات والفواكه المجففة. اللي يحب يزود عسل أكتر لو بتحب الحاجة حلوة أكتر، بس ما ننساش إن القرع العسلي كمان فيه نسبة كبيرة سكر، فهو كمان هيزود حلاوة الحشو لما يبتدي يستوي معاهم. هنملى القرع بالحشو اللي عندنا. نفس الطريقة دي بيعملوها برضو بالحادق، يعني بتتحشى برضو رز ومكسرات ولحمة مفرومة بتتحط كمان معاها وبتتخبز في الفرن بنفس الطريقة، لكن دي طبعا الحلو بتاعها. دلوقتي هناخدها وهنحطها في فرن ونسيبها في الفرن لمدة 4 ساعات على الأقل، أو لحد ما نلاقي البامكن أو قرع العسل بقت طرية واستوت على الآخر، يبقى كده إحنا جاهزين.
الفرن هيكون على درجة حرارة تقريبا 170-180 وهتقعد حوالي 4 ساعات. ده بيكون شكلها لما بتجهز. وطريقة التقديم ان احنا بنقطعها على 8 زي ما احنا شايفين، خلاص البامكن بقت طرية خالص. ادي اول جزء. كل جزء بالشكل ده ونلفها ونكمل. وده بيكون شكل الكعفمة بعد ما بتخلص، وده الشكل اللي هي بتتقدم بيه. بناخد جزء من الحشو وبناخد كمان قطعة من البامكن الجاهز أو المستوي، وبكده نكون خلصنا أول وصفة من وصفات أرمينيا. ويا رب تكون عجبتكم، ونطلع فاصل وبعد كده نعمل مع بعض تاني وصفة. اهلا وسهلا بيكم، نعمل تاني وصفة من حلقة أرمينيا واللي هي البورما. والبورما زي البقلاوة بتاعتنا، هما بس بيلفوها بطريقة مختلفة. ومقادير البورما عندنا 1 باكيت جلاش وزبدة مذابة. بالنسبة للحشو هيكون 2 كوب عين جمل مجروش، نص أو تلت كوب سكر، 1 معلقة صغيرة قرفة. وبالنسبة للشربات هيكون 2 كوب سكر، 1 معلقة صغيرة عصير ليمون، و1 كوب مية. هنحط الشربات على النار. نحط المية والسكر والليمون، وهنسيبه لحد ما يغلي علشان لما البورما تطلع من الفرن نحط الشربات عليها، وهيكون الشربات بارد. هنخلط مقادير الحشو، الجوز والسكر والقرفة، هنقلبهم مع بعض.
هنحضر صينية وهنجيب البقلاوة هناخد أول واحدة وهندهنها بالزبدة هنحط فوقها واحدة هنجيب الحشو وهنحطه بالشكل ده هنقفل أول جزء على الحشو وبعدين هنجيب أي عصاية رفيعة عندنا وهنبتدي نلف بيها البقلاوة حوالين العصاية بالشكل ده ودلوقتي هنوقفها كده وهنضغط عليها علشان نكرمشها وبعدين هنشيل العصاية ونحطها في الصينية بالشكل ده نعمل كمان ناخد ورقة واحدة ندهنها وهنغطيها بورقة تانية نحط الحشو في الثلث الأولاني تقريبا ونقفل عليه وبعدين نلفها على أي عصاية تكون رفيعة ونوقفها ونضغط عليها علشان تتكرمش ونشيل العصاية ونحطها في الصينية بالشكل ده وبعد كده ممكن نسيبها بنفس الطول أو ممكن نجيب سكينة ونقطعها بالحجم اللي احنا عايزينه وطبعا هنكمل الصينية وقبل ما ندخلها الفرن هنحط عليها زبدة وأول ما تطلع من الفرن هيكون الشربات بتاعنا اللي عملناه بقى جاهز وهنحط عليها الشربات وهو بارد وهي سخنة وأشيل الحاجات دي من هنا ونقدم البورمة الجاهزة مع بعض وده بيكون شكل البورمة وممكن نرش على الوش مكسرات وبكده نكون خلصنا تاني وصفة في حلقة النهاردة اللي هي أول حلقة من حلقات أرمينيا وإن شاء الله نكمل حلقتين كمان في الأيام اللي جاية وأشوفكم
في الحلقة الجاية على خيرة الله إن شاء الله.